خلاص احنا عملنا تحليل للداتا بتاعتنا. المفروض ان احنا بعد كده عندنا الخطوه اللي بعديها خطوه الكونكلوجن. الحمد لله حللنا الداتا، الداتا طلعت شكلها يا اما يطلع شكلها كويس وتسبورت الافتراضيه اللي احنا افترضناها في الاول، وفي الحاله دي احنا الحمد لله كده احنا وصلنا، او ان الداتا بتاعتي تقول لي ان في حاجه مش مظبوطه، انت محتاجه ترجعي تاني للتجربه وتشوفي مشكلة معينة وتحاولي تحسني في التجربة بتاعتك أو تعملي تجربة إضافية علشان تشوفي فعلا هل الافتراضية دي صحيحة ولا لا. طيب بعد خطوة الكونكلوجن بنوصل لخطوة الكوميونيكيشن، إن إحنا بقى نشارك النتائج بتاعتنا دي. طبعا للأسف فكرة الكوميونيكيت يور ريزلتس دي يعني هو للأسف هو ده الوضع داخل مصر غير الوضع خارج مصر. يعني الوضع خارج مصر ان احنا بنبقى قاعدين في حاجة اسمها اللاب ميتنج، وكل اسبوع كل واحد فينا بيقول النتائج اللي طلعت له في الاسبوع ده قدام كل زمايله، وبيقول ان انا عملت كام التجربة وشكل التجربة دي حصل فيها ايه والتجربة التانية حصل فيها ايه، ويبدأوا كلهم يتناقشوا. للأسف الوضع ده مش بيبقى كده في مصر، يعني غالبا يعني بتشوف ايه قبل النشر، طب انت جوه المعمل بتاعك بتقعد، وحتى في ناس بيبقى مثلا لو في مجموعات مختلفة عادي ممكن يقعدوا ويتناقشوا في النتائج بتاعتهم، لأن الفكرة ان هو مش معاه نسخة من الداتا بتاعتك، هو عارف ان انت بتشتغل على النقطة البحثية دي وتقريبا شكل النتائج اللي طلع معاك كده، فما بيبقاش عندهم مشكلة ان هم يتناقشوا في المجموعات البحثية المختلفة في النتائج بتاعة التجارب، يعني الا لو كانت مجموعات بحثية بتشتغل في حاجة متقاربة جدا ساعتها ممكن يبدأوا يعني يخبوا على بعض عشان يخافوا ان هم ياخدوا الافكار من بعض، بس يعني لحد دلوقتي انا ما شفتش الموضوع ده هنا بصراحة. يعني طيب هو انا الفكرة احنا بنتكلم اكتر على مستوى التجارب بتاعتنا الصغيرة، فبالتالي ان مهم جدا ان احنا مهمة في حتة الكوميونيكيشن دي، الفايدة اللي بتعود عليك من الكوميونيكيشن هو انت بتستفيد ايه؟ تستفيد ان انت بدل ما عقل واحد بيفكر في التجربة بتاعتك انت بتلاقي ناس بتبص من بره وبتديك افكار، زمايلك في المعمل، البوست دكتورز اللي شغالين معاك، يبدأ بتبقى عندك مشكلة ومش عارف لا انت ولا السوبرفايزر بتاعك عارفين الحل ليها، وتلاقي واحد يقول لك احنا كنا قابلنا المشكله دي قبل كده واتصرفنا فيها بالشكل الفلاني، او ليه ما تجربوش كذا. ففي افكار بتبقى في اقتراحات بتبقى كويسه، فعشان كده دايما هم بيحفزوا هنا على حته كوميونيكيت يور ريزلت. نراجع على خطوات الطريقه العلميه، بس خليني الاول اجاوب على حاجه كان يعني حد كاتب على الشات ان هو ما فيش اهتمام بالدراسات الانسانيه. احنا هي الطريقه العلميه بتطبق على الاثنين، يعني حتى لو احنا بنتكلم على بحث مثلا في علم النفس فانا هطبق عليه نفس الفكره. هبدا اول حاجه انا عندي افتراضيه، وبعد الافتراضيه دي في عندي سؤال، وبعدين هكون نظريه، وبعد النظريه دي هبدا احط اختبرها، سواء هنا بقى هعمل الاختبار بتاعي مش لازم يكون في المعمل بس ممكن يكون في صوره استبيان، والاستبيان ده انا هوزعه على طلبه معينين، وبناء على الاستبيان ده هحلل الداتا بتاعتي واطلع يا اما بكونكلوجن سبورت النظريه بتاعتي اللي انا طرحتها او محتاج تعديل فيها. فالخطوات العلميه دي خطوات ثابته في الجميع، في اي تجربه المفروض احنا نعملها على اي في اي نوع من العلوم. طيب الدايجرام اللي قدامكم ده هو ملخص للي احنا قلناه، ان احنا بنبدا شايفين طبعا هي ايهما يبدا اولا مش مهم، الاوبزرفيشن ولا الكويشن ولا مين فيهم الاثنين بيوصلوا لبعض. عملنا الهايبوثيسز، بعد كده اختبرناها، بعد كده بعد ما اختبرناها عملنا التحليل، وبعدين وصلنا للكونكلوجن. طب الكونكلوجن يس، يبقى وصل قول شارك غيرك النتائج، طب لسه يبقى ارجع تاني للهايبوثيسز بتاعتك وعدل فيها وشوف ايه اللي ممكن تعمله. طيب خلينا نقف كده 5 دقايق نشوف فيديو لتجربة علمية، عايزاكم تركزوا في الفيديو لأن بعديها أنا بقى هسألكم على التجربة اللي هي عملتها وإيه تعليقاتكم عليها، وهل هي فعلا طبقت الخطوات العملية الخطوات اللي إحنا قلنا عليها ولا لأ. جاهزين؟
طيب هو لسه هيظهر دلوقتي. المفروض دلوقتي بدأ تاني، غيره بقى. تمام. In order to conduct an experiment or a field study, you must follow the scientific method. Since the 1700s, scientists in all fields of study have followed the same rules for conducting experiments. These rules help to ensure the information you learn from your experiment is true information and not just an opinion. Scientists in the fields of geology, biology, physiology, and psychology all use the same general rules. Scientists are observers. They look at phenomena and ask themselves questions. Why do some plants grow faster than others? Why do some people hate Justin Bieber? Why is the sky blue? At what temperature does water turn into steam? The first step in the scientific method is to observe something and ask a question about it. As a scientist, and a person who loves cool, refreshing drinks, I might wonder, how long does it take an ice cube to melt? So I developed my question, how long does it take an ice cube to melt at room temperature? Next step in the scientific method is to do some background research. I could go to the library. مش شغال خالص عند حد فيكم. طب انا حطيت اللينك بتاعت اليوتيوب فممكن تشوفوه. The library. Use the internet or consult with an expert. I decided to look online and found some great stuff. I realized that it is important to measure out my water, perform the experiment multiple times, and to measure the temperature on the day of the experiment. I learned that ice melts faster in water than just sitting out in the air. Since I want to know how fast the ice will melt in my drink, I've decided to do my experiment in water. The next step in the scientific method is to develop a hypothesis. A hypothesis is an educated guess about what you think will happen. After some research and thinking about what I'm doing exactly, I predict that it will take 15 minutes to melt my ice cube. This is my hypothesis. It is based on my research and my knowledge. My hypothesis might be correct, and it might not be. That is why I do the next step. The next step in the scientific method is to conduct an experiment. If an experiment is conducted correctly, then another person should be able to repeat your experiment and get the same result. It is also important to have a list of your materials so you know exactly what you will need for your project. Now that we have everything we need, let's get started. Step 1. The night before the experiment, set out one large pitcher of water so the water will be at room temperature. Step 2. Using the graduated cylinder, measure out exactly 25 milliliters of water for each cube. Freeze overnight. Step 3. Take the measuring cup and fill 4 glasses with 200 milliliters of water from the pitcher of water that sat out overnight. Step 4. Label each glass. Step 5. Drop 1 ice cube in each glass and start the timer. Step 6. Record the time that it takes each ice cube to melt. Step 7. Record the temperature on the day of the experiment so you can see if this has an effect on the rate at which the ice melts. The next step in the scientific method is to analyze my results. I melted the ice in 4 different glasses and repeated that 2 more times. I do notice that the average time it took my ice cube to melt was faster when the weather was slightly warmer. Overall, I feel my hypothesis was correct.
I was only 12 seconds off. If your hypothesis is correct, then the last step in the scientific method is to report your results. That is what we have done here today. If your hypothesis is not correct, then you'll have to rethink your experiment. Perhaps your results show something you didn't even think of. طيب مش مشكلة، الناس اللي كانت عندها مشكلة في الفيديو احنا هنحطه ونتناقش عليه بعد المحاضرة ان شاء الله. في يعني هسمع منكم كل تعليقاتكم بعد المحاضرة على المجموعة. خلاص تمام. طيب انا عايزة بقى اسمع تعليقاتكم كده. اولا شفتوا الخطوات كلها اتطبقت صح؟ ايه هو الاندبندنت فاريبل اللي هي كانت بتحاول انها تقيس؟ التلج، اللي هي سرعة الذوبان بتاعت التلج. طيب محمد هو اللي قال. طيب بالظبط. طيب ايه هي بقى الديبندنت فاكتور؟ طيب هي الافتراضيه، خلينا من النظريه بتاعتها. النظريه كانت بتقول ايه؟ النظريه ان هي المفروض هي فرضت ان تقريبا المكعب بتاع التلج ياخد في حدود 10 دقائق علشان يذوب، صح؟ طيب يبقى اذا هي هنا بالظبط، يبقى احنا عندنا الاندبندنت فاكتور هو الايه؟ الوقت، صح؟ والديبندنت فاكتور اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الايه؟ اللي هو مكعب التلج هياخد وقت قد ايه؟ ايه الوقت؟ هو ده اللي احنا عايزين نشوف، هياخد وقت قد ايه؟ طب ايه الكنترولد فاريبلز اللي هي حاولت تعملها؟ حجم الاكواب، حجم الماء، حتى انها تستخدم ميه، ما حطتش واحد في ميه وواحد في عصير. لاحظت ان هي سابت درجة الحرارة، شافت درجة الحرارة، سابت المية اللي هي استخدمتها قبليها يوم كامل في درجة حرارة الغرفة عشان تتأكد ان درجة حرارة المية هي عارفاها. طيب ايه البرنسبلز اللي هي طبقتها؟ هل هي عملت لوكال كنترول؟ طيب عملت ريبليكيشن؟ كررت التجربة بتاعتها؟ كررتها صح. طيب تمام، احنا كده خلصنا النقطة الثالثة بتاعتنا النهاردة. تعالوا بقى نقلب على يعني بعد جرعة النشاط العلمي دي، خلينا بقى نتكلم بشوية بواقعية. فنقول ايه؟ نقول ان دايما يعني هو الخطوات دي ظريفة وجميلة، ويعني بيبدو معاها ان الامر بيمشي بمنطقية يعني والدنيا سهلة، بس اللي هو للأسف الدنيا مش دايما بتحصل كده في البحث العلمي. كتير جدا الدنيا بتتلخبط شوية. خلاص؟ طيب مش هنتصدم قوي يعني. طيب هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك طب دلوقتي افرض في حاجة حصلت غلط، حاجة عمل في حاجة في المسار بتاع التجربة بتاعتي ما مشاش بالطريقة اللي انا متخيلها، المفروض ان انا اتصرف ساعتها اعمل ايه؟ هو في قاعدة بسيطة بتقول ان هي if things go wrong don't go with them. يعني اي حاجه تبوظ، اي حاجه تتعطل، اي حاجه ما تمشيش صح، بس انت لازم تفضل صح، لازم تفضل يعني زي ما بيقولوا رابط الجأش كده، يعني ما تستسلمش بسهوله. مش اول ما تلاقي النتائج بتاعتك طالعه وفيها حاجه مش مريحه او في حاجه في البروسيجر بتاعك مش شغال على طول تقلق، لا يعني ايه؟ يعني تقبل الحقيقه دي في البحث العلمي. بالظبط، تقبل الواقع ده. طب هو ايه اللي ممكن يجورون في البحث العلمي وانا بعمل التجربة بتاعتي؟ هو بصراحة هو كل حاجة ممكن تبوظ، يعني احنا قلنا دي جرعة، ده فاصل، ايوه بالظبط، ده الفاصل الكئيب يعني، بس ان شاء الله هنعديه كمان شوية. فممكن الهايبوثيسز اللي انا افترضتها في الاول تكون فيها حاجة مش مظبوطة، عشان كده انا ما بتطلع لي النتائج المفروض ارجع اقارنها تاني مع النظرية بتاعتي. ممكن تكون الماتيريالز بتاعتي، ممكن يكون في دواء انا بستخدمه اكسبايرد مثلا، او في عندي مشكله في درجه الخموضه او القلويه، او الميه اللي انا بستخدمها ميه مش معقمه وفيها بكتيريا، او يعني في كذا حاجه ممكن تكون، او حتى الاستبيان اللي انا مجهزه مثلا، او الاختبار اللي انا مجهزه للطلبه
الاختبار يعني بس مركز على المالتيبل تشويس، لا هو بيشوف مثلا الرايتنج سكيلز ولا اي حاجه ليهم، فبالتالي هو مش مديني هل فعلا مستواهم في الانجليزي كويس ولا وحش. ممكن يكون في البروسيجر بتاع طريقه اجراء للتجربه، ان انا زي انا كل ما باجي استخدم الجهاز ده ايدي مش بتبقى مظبوطه، او مش ببقى مركز وانا بعمل الحقن بتاعه الحاجات بتاعتي، او بنسى خطوه في النص، نسيت اضيف محلول معين، نسيت اعمل حاجه معينه. ممكن تكون في الكونكلوجن بتاعي ان انا وانا بحلل الداتا بتاعتي والاستنتاج اللي وصلت له، انا يمكن القصه اللي انا حكيتها عن نفسي ان انا مع وصلت للكونكلوجن المبدئي ان الدواء ده بيقلل نشاط الخليه، طب وبعد كده ده كان كونكلوجن خاطئ لان كان في عندي نتائج انا تجاهلتها، طب لما رجعت بعد كده اكتشفت ان انا كنت عامله الغلطه دي. طيب ده بقى الجزء ده دخلنا على حاجه كده ازاي بقى ان احنا نواجه المشاكل اللي احنا بنقابلها في البحث دي. ولو تفتكروا دكتور اسلام كان ليه تعليق طريف في المحاضره بتاعته، ان هو كان بيقول لك ان الطريق بتاع البحث العلمي هو نفق ايه، نفق مظلم مليان مطبات وحفر وحاجات، بس هو في اخره في ايه، في منطقه مضيئه، فاحنا يعني ايه يعني هنستحمل الجزء بالظبط. بالظبط. طيب علشان كده احنا بقى علشان النقطه المضيئه في الاخر دي اللي احنا بنقول لكم عليها، هي ان انتوا كعلماء فانتوا مسؤولين عن حل مشاكل العالم، يعني انتوا الورلد بروبلم سولفرز كلهم، فيعني معلش هتتعبوا شويه وهتقابلوا كتير من المشاكل وهتبقى مطلوب منكم تتعاملوا مع عدد كبير من المشاكل، بس علشان هو اساسا مهمتكم حل المشاكل. يعني انتوا لو تفتكروا لو تبصوا في الموضوع، هو اي بحث علمي، اي مشكله صحيه، اي مرض، اي مشكله اجتماعيه، اي مشكله نفسيه، كل الحاجات دي بتحتاج دراسه، وبناء على الدراسه دي العلماء بيوصلوا التوصيات لحلها. فهو الموضوع ان انت اوريدي هو وظيفتك الاساسيه ان انت تحل مشاكل، فما تواجهك مشاكل وانت بالظبط وانت بتشتغل يعني لازم تبقى متقبلها يعني. طيب خلينا كده نشرح طريقه بسيطه لحل اي مشكله تواجهنا، بما انها اكتر حاجه هنعملها في الوقت بتاع الدكتوراه بتاعنا والماجستير. في حاجه اسمها البروبلم سولفنج لوب، ده بيبدا بايه؟ اول حاجه انك انت مطلوب منك انك انت تحدد المشكله اللي انت واقع فيها، لازم توصفها. كل ما بتوصف المشكله بشكل ادق كل ما بتكون اقدر على انك انت بعد كده تمشي في الخطوات صح. يعني مثلا انا هقول ان انا مثلا اتعرضت لمشكله ان انا بجهز المفروض مثلا شرايح معينه، والشرايح دي من النسيج بتاع المخ وبشتغل عليها، المفروض الشرايح دي تفضل معايا 6 ساعات. فوجئت لمده اسبوعين ان الشرايح دي بعد ساعتين بلاقي الخلايا تقريبا كلها ماتت. طيب هي دي مشكله. طب يبقى اول حاجه مطلوب ان انا احدد المشكله بتاعتي، ايه المشكله بتاعتي؟ ان الشرايح بتاعتي اللي كانت بتعيش لمده 6 ساعات بقت بس بتعيش يومين، بتعيش بس ساعتين. طيب ابدا اجمع المعلومات بتاعتي، رقم 2 اكسبلور انفورميشن وكرييت ايدياز. هي ايه اللي ممكن يكون السبب؟ ممكن يكون السبب ان انا ما جهزتش الشرايح نفسها كويس، فبالتالي ارهقت النسيج بتاعي فماتت الخلايا بسرعه. او ممكن تكون السبب ان المحاليل اللي انا بستخدمها اللي بحفظ فيها شرايح مش مطابقه للتركيزات اللي انا المفروض اشتغل عليها. او ممكن تكون في مشكله في درجه الحراره بتعلى او بتنخفض فبتموت الخلايا. او ممكن تكون مشكله في الميه اللي انا بستخدم في تحضير المحاليل دي، الميه فيها بكتيريا والبكتيريا دي بتاثر على الخلايا. يبقى انا ابتديت احدد ايه هي الاسباب اللي ممكن تكون سبب المشكله بتاعتي دي. بعد كده ابدا افلتر الاسباب دي واطلع ايه هو اكتر سبب محتمل. فاقول طيب انا طب بالنسبه لطريقه التشريح، انا هي دي طريقه التشريح اللي انا بستخدمها كل يوم، ما اعتقدش ان فيها مشكله. طيب اشوف الميه، طب ما انا بستخدم ميه مؤطره، يعني انا مش بستخدم الميه بتاعت الحنفيه، فبالتالي مصدر الميه بتاعي ثابت، يبقى مش المشكله في الميه. طيب درجه الحراره، درجه الحراره انا دايما حاطه الترمومتر وكلها في درجه حراره الغرفه،
يبقى ممكن تكون المشكله في المحاليل، ممكن اكون وانا بحضر زودت كميه حاجه معينه من الاملاح اللي انا بستخدمها وانا بذوبها في المحاليل، او في حاجه حصلت طب خليني اجهز مجموعه محاليل جديده واجربها واشوف تاني يوم هل الخلايا بتاعتي اتحسنت ولا لا. لو ما اتحسنتش يبقى ده معناه ايه؟ يبقى مش هو ده السبب. طب لو اتحسنت يبقى هو ده كان السبب وانا حليته. فيبقى بعد كده بتختار اقرب احتماليه ان هي تكون سبب المشكله دي، تبدا تشوف ايه الحل اللي تقدر تحل بيه المشكله، وفي الاخر خالص بعد ما تبدا تطبق الحل ده تشوف تاثيره ايه، حل المشكله فعلا ولا لا، حلها يبقى كويس، ما حلهاش يبقى ترجع تاني تشوف ايه الافكار التانيه المتاحه. هنا في جملة جميلة لأينشتاين بيقول It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer. يعني كانت هي نظرته لنفسه ان انا مش الموضوع يا جماعة ان انا ذكي عن اللي حواليا، لكن انا بقدر اتعامل مع المشاكل بشكل اكتر. بالضبط هو قال كل حاجة فأنا هو علشان بيقدر يتحمل المشاكل بشكل افضل، بيقدر يتعامل معها لمدة اطول، فهو ده اللي خلاه بعد كده باحث ناجح وليه انجازات. في هنا برضه حاجه مهمه جدا يا ريت ان كنتوا دايما تبقوا حاطينها في الحسبان بتاعكم، حاجه بنسميها البايلوت ستادي. البايلوت ستادي دي عباره عن ايه؟ عباره عن دراسه بنعملها في بدايه البحث العلمي بتاعنا. المفروض ان انا بدل ما مثلا لو انا هعمل بحث على طلبه ابتدائي بتوع مصر بتوع مدارس الجمهوريه، بدل ما انزل والف في المحافظات واعمل الاختبار بتاعي الاول، طب خليني الاول اجرب مع مثلا مدرسه واحده واشوف ايه النتائج المبدئيه اللي طالعه لي. بناء على النتائج دي ابدا اشوف اقول ايه، لا انا كانت عندي انا التصميم بتاع التجربه بتاعي ما كانش كويس، انا ممكن احسن في الاختبار اللي انا بديه للطلبه، انا بدل ما اديلهم اختبار خليني يمكن الطلبه كانوا متوترين وانا بديلهم الاختبار، طب خليني اشوف درجات اللي اخد حاجه زي درجات امتحاناتهم مثلا اللي قبل كده كمعيار ليهم، بلاش ان انا اعرضهم لاختبار مباشر. فعن طريق البايلوت ستادي دي العينه الصغيره اللي انت خدتها في الاول، قدرت انك انت بعد ما حصلت على النتائج المبدئيه بالظبط، التجربه مبدئيه بتحصل عن طريقها على معلومات مبدئيه عن الدراسه بتاعتك، وهل فعلا الدراسه بتاعتك دي مبشره ولا لا، يعني هتطلع فيها نتائج وهتبقى حاجه انترستنج ولا هتبقى شكلها ايه، هل ممكن احسن في الديزاين بتاعها ولا لا. ده هيوفر عليك اول حاجه من حيث الوقت، انك انت بدل ما كنت هتقضي 3 او 4 شهور عمال بتلف على مدارس الجمهوريه عشان تطلع الداتا بتاعتك، وكمان مجهود، وكمان موارد انت بتستخدمها، حاجات انت بتنفقها، ماتيريال انت بتستخدمها، كل ده هيتوفر بس بمجرد انك انت تبدا الاول بالبايلوت ستادي. وفعلا صدقوني، لان دايما يعني زي ما احنا كنا بنتكلم كده على حته اكتساب المهارات، ان اكتساب اي مهاره بيحتاج ممارسه. حتى وانت بتعمل التجربه بتاعتك انت بتحتاج ان الستبس بتوعك دول بتحتاج انك انت تعمل لهم ممارسه اكتر من مره قبل ما توصل لدرجة انك انت بتطلع التجربة بشكل كويس. فمش اول استبيان هتكتبه هيبقى الاستبيان اللي بيطلع لك كل الداتا اللي انت عايزها. مش اول خلية بتسجل منها هي اللي هتطلع لك النتائج. مش اول حيوان هتحقنه هو ده اللي هيطلع لك. لا، انت بتتعلم حاجات دقيقة جدا في التكنيكس اللي انت بتستخدمها. بتبدأ بعد كده بتحسن حتى نوعية النتائج اللي انت بتطلعها. بالظبط. فانت بتوفر بالبايلوت دي، تبقى اولا اتفقت وصلت لاتفاق كده مع نفسك ومع المشرف بتاعك ان لو كانت الميثود اللي احنا بنستخدمها دي مناسبه ولا لا، طريقه الاناليسيس اللي احنا بنستخدمها دي مناسبه ولا لا، كل ده مناسب ولا لا، وايه وبعدين نشوف ان هي طمع الموضوع كده خلاص، يبقى خلينا بقى نبدا نشتغل على لارج سكيل ونبدا بقى ايه نجيب الحاجات بالالافات بقى اللي احنا بنصرف عليها دي نعمل عليها الدراسه.